مرحبا بكم المشاهد الكريم في حلقة جديدة من برنامج أنا رياضي. برنامج أنا رياضي الذي يحتوي على مجموعة من الأعمال الرياضية باختلاف العمل، نتابع ذلك في حلقة جديدة. مرحبا بكم مجددا. صاحب هذه المساحة صاحب غنية معروفة الله قادر عصام خضر، مرحبا بك عبر شاشة قناة الملاعب الرياضية. مرحبا بكم كثير، مرحبا بالزيارة، وسعيدين جدا على طلتكم الليلة علينا، والنفس قايم طبعا والتمرين مسخن. أنا طبعا من جيت لقيتك إن أنت واقف حارس، تقول ليه النفس قايم شنو ده؟ ما يكون كلام سايق. لا ما بنتبادل في الحراسة، حراسة المرمى دي دائما بنتبادل فيها، يعني أنا بقف شوية بيجي واحد ثاني بقف شوية، لأنه ما عندنا حارس مخصص بالتحديد في الخماسيات. دائما بيقولوا زول بوقف حارس ده بيكون كورته تعبانة. طيب ها بعد ما شفتني جوا كيف؟ يعني نص ما عندنا ناس خطيرين هسه واقفين حراس. عندك زول مفضل كده بتحب انك تلعب معه دائما كده؟ والله مش انا طبعا، ما يفترى مني، لكن معظم الشباب اللي قاعدين جوا دي طبعا دائما بنعزل انا ومعانا كتبه بتاع الاغاده، فمعظمهم بيحبوا يلعبوا معي لانه انا مريح وبشجع، لكن ذاك بنرفزهم فبيحبوا يلعبوا معي. الشباب اللي معي دي اللي هو طوالي بقول له يا اخي اسمع عايزيننا، وفي ناس موضحيننا يا اخي ما عايزيننا. لا طيب انت عندك زول كده بتحب انك تكون لاعب معاه وبتكون انه مقتنع انه الليله الزول ده يا اخي انا حيجيب لي جون، او الزول ده حيكون يعني مثلا حيكون زول مؤثر في الملعب جوا؟ انا دائما شنو يعني ما الحاجه دي طبعا هي كانت في بدايتها كده كان الناس كانت بتتكلم عن مساله انه التيم يتثبت، يعني من الناس اللي قمت احترطت على الحاجه دي لانه في النهايه احنا كلنا اخوان وما دارين نعمل حزبيه في انه ده ديل ناسي ولا ديل ما ناسي كده. فالحاجه دي انا قمت اعترضت فيها، قلت انا اخوانا المساله دي انه كله تمرين الناس تيجي تعزل، يعني جيت ما جيت كده. ففي ناس بقول لك لا التيم اللي لعبت به ده مش غلبتني به واجي العب به ثاني، انا ضده لانه ما داير اقوم اخلق مساله انه يا اخي دي الناسي وده يقول دي الناسي وكده، فعشان كلنا نحن اخوان والتمرين ذاته له سنين يعني، فما عندي زول بيعينه خلاف انه انا اقوم اعزل الناس يقدروا يتحركوا لي في الميدان. طيب انت غير حارس دي انت قلت الناس يعني بس بتتبادل، لكن انت اصلا بتلعب بياتوخانة في الملعب؟ بلعب في الدفاع انا اصلا. الدفاع بتقشوا كده؟ بقشوا ومزعج كمان، مزعج شديد والله. طيب غير كورة يعني لعب الكورة اللي احنا هسه شاهدناه ده، دارين نعرف عصام خضر بيلعب شنو؟ يعني بيلعب يعني ممارسات رياضية ثانية غير كرة القدم؟ والله ما في ممارسات كده بعينها خلاف انه هو المجال اللي انا فيه الكتابه والالحان وبالاضافه لها اصلا الاداء موجود، لكن ما قمت جربت لي حاجه ثانيه خلاف انه قبل الغنى كانت الدراما طبعا، وخريج الدفعه 17 غصر الشباب والاطفال دفعتي اهو كميه من الشباب، بس يمكن هم موجودين معكم على التلفزيونات منهم امام حسن الامام ابراهيم كوميك ومحمد عليش مخرج، فكان قبلها دراما لكن فجأة الحاجة دي قامت تتحولت كده برا، يعني بقى الطلب على الغنى أكتر من مسألة الدراما، فشغلني أكتر يعني مسألة لكن أفادتني الدراما. أنا هديك سؤال مفاجئ، بتشجع شنو؟ الهلال طبعا. أنا مش فاجأتك برضه. أنا لاحظت إنه المجتمع الفني ده كله بيشجع الهلال. والله ما كلنا عارف، عندنا ناس برضه معانا وبنتكاوى يعني برضه اخواننا معانا في المجال الفني ده، فبنتكاوى في مساله هلال مريخ وما وسع الجروب بتاع الفنانين الموجودين فيه ده في الهلال وفي المريخ. طيب بتمشي للاستاد وبتحضر كوره وبتشجع وكده؟ والله بمشي، انا اخر كوره مشيت لها ويمكن يكون الحاجه دي ماسكيننا للمريخ
يعني اخر كوره خشيتها كانت بتاعت مازن بيان من الوقت ذاك ثاني ما يمكن قاطعت الميدان يعني مقاطعه كده لانه كان الصدمه بالنسبه لي. ف يعني قبليها كل الكور كنت بخشها لكن بعد كوره مازن بيدانا ليه تاريخ اللحظه ثاني ما خشيت الاستاد نهائي والله يعني لانه بجد كان الصدمه بالنسبه لي. طيب لما ما تمشي الاستاد حاليا بتشاهد الكوره في التلفزيون؟ بشاهدها ايوه في التلفزيون خاصه الكوره المهمه شديد بشاهدها في التلفزيون. مرات بصادف ذاته بكون في كوره مهمه وانت بتكون شغال بتضطر انك شنو؟ يعني بتضطر انك انت ما تحضرها. تجي تحضرها في يا حضرتها في الاعاده يا حاولت تجيب الاهداف تنزله من اليوتيوب وكذا. جيوفاني والثعلب، جيوفاني والثعلب وتمريرة للثعلب ولكن صايب تمريرة ممتازة دخل صندوق فرصة تسديدة اوب 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 هدف أول هلالي يقلص به الفارق في الكرة الماضية. هنا وليد الشعلة يسجل هدف في كرة كان ملعوبة موجودة في المرمى في المرمى في المرمى في المرمى. شاهد صايب الثعلب يا سلام على التمريرة يا سلام على التسديدة اليسارية يا حافظ كانت صعبة والكرة في المرمى هدف هلالي أول لتصبح من الدوريات المحليه بنمشي للدوريات الاوروبيه او الدوريات العالميه بشجع شنو؟ والله بشجع الريال لكن طبعا بعد كريستيانو ده ما مشى خفيت. انت كنت بشجع كريستيانو ما بشجع ريال مدريد؟ انا اصلا كان بمستمتع به يعني انا الريال بشجعه من ايام زيدان ف يعني حبيته جدا ريال بالتحديد يعني بحس به انه ف كريستيانو كان فقدي يعني كان فقدي بصوره ما عادي وقبليه كان زيدان طبعا لكن اهو. طيب بس انت لو كمدريدش ده ما شايفه انه مقنع؟ مقنع طبعا والله كل اللعيبه الموجودين في الريال مقنعين لكن طبعا دائما في لاعب كده بشكل لك حاجه جواك كده يعني في حتى انه لما نستلم الكوره ويلعبها وكده. طيب بس بعد كريستيانو فات جوفينتوس ما مشيت انت معه جوفينتوس؟ والله لسه ثابت مشيت معه ما ثابت في الريال لكن ما مشيت معه حتى المشاهده ذاتها قلت شويه والله بصراحه يعني عشان اكون معك صريح يعني مشاهدتي ذاتها حتى للدوريات الاوروبيه دي قلت كثير فلكن كان زمان كان برنامج يعني كان بنطلع وبنمشي ولو ما حضرناه مع صاحبنا بنطلع نمشي قهوه وكذا. طيب انا داري انت غير بك من الهوايه بتاعت كره القدم للمهنه الرئيسيه ودارك تدندل لي بحاجه ظريفه وخفيفه وعشان المشاهد يستمتع وانا ذاتي استمتع. الحمد لله انه نفسي راك من الجري. انت بس ذكرت الله قادر دي طبعا الله قادر دي يكون من الاغاني الحديثه بالنسبه لي وحاسبها انه بحسبها شديد لانه بدندن بها طوالي. فحقوم أدندن بها الله قادر يجيب الحبيب الكام مهاجر ويبقى النصيب
الله قادر يجيب الحبيب الكام مهاجر يبقى النصيب نساني من زمان طويل خلاني لا ريت لا دليل الله قادر نساني من زمن طويل خلاني لا ريت لا دليل الله قادر يعني الحمام من غير هديل يعني الحمام من غير هديل يعني الحمام من غير هديل الله قادر يشفي العليل الله قادر يجيب الحبيب الله قادر يشفي العليل الله قادر يجيب الحبيب الله قادر يجيب الحبيب كان مهاير يبقى النصيب كزون طبعا الزول ده شكله بيلعب معك بيلعب معي وسط زميلي وزول ما شاء الله نحن بنقول لك السنتر طبعا يا سلام يا اخي قبل ما شفت روميلكم كيو كده ظريف يعني لما يقوم يزعل من زول في حاجه في باص ولا حاجه فبكورك فيه ويا قال لا اله الا الله لا فلما قام شافكم يا ناس الملاعب يا ناس الملاعب طيب يا اخي كلمه اخيره للمشاهد الكريم والله اول حاجه انا بشكركم جدا للمره الثانيه انه يعني جيتكم لتمريننا ده وتمرين يمكن يكون عدى خاشع على 6 سنه كفنانين وتجمع انا بعتبره انه تجمع كبير جدا للفنانين الشباب بتاعنا عندنا غيابات بالمناسبه من الفنانين والتحيه لهم فبشكركم للزياره ونتمنى انه نكون خفيفين يعني عليكم الليله بالتحديد في زيارتكم لنا دي وداوموا موجودين نحن هنا في الميدان وبرضه الواحد بيشكر كل مشاهديكم ونتمنى زيارتكم تطلوا علينا يعني